بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع. كراهية في الحقيقة خاصة الأئمة أصحاب الكتب الستة إذا بوبوا باب الكراهية، فليس المقصود منه الكراهية أو المكروه الذي اتفق أو اصطلح عليه الفقهاء المتأخرون، وهو ما تركه أفضل وفعله جائز وليس عليه إثم. الأئمة أصحاب الكتب الستة الدواوين الستة في الحديث إذا أطلقوا الكراهية فالمقصود منها هو التحريم، فهذا هو الصحيح في هذا، على ما كان في كتاب الله وسنة رسول الله. إذا استعملت كلمة الكراهية فيطلق بها أو يعنى بها الحرمة، كما قال تعالى بعدما ذكر المحرمات: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. باب كراهية أي تحريم تلقي البيوع. قال: حدثنا تلقي البيوع، تلقي البايع أيضا بمعنى أنه يذهب أحد من البلاد من داخل البلد، فالناس الذين يجلبون الأقوات والأمتعة فيتلقاهم في الطريق، وربما يكون مظنة تغرير بهم بحيث السوق اليوم كاسد، كذلك أنت تذهب وربما تتعب، أنا أشتري منك وأنت ارتاح وارجع، فهذا لا شك فيه أنه فيه ضرر على الآخرين، لأن الشخص الذي يتلقى ويشتري هو الذي يستغل جميع المتاع ويبيع كيفما شاء بالغلاء. لكن إذا جاء إنسان من الخارج وهو في باله أنه يرجع إلى الليل إلى بيته إلى منزله، ربما يكون أميالا طويلة، فهو يبيع على ما يكون فيه خراج له ونفع له، ويكون للناس عامة فيه أيضا توسع، فيكون على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأتي بعض الروايات: دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. لا يستغل واحد ولا يستأثر بنفسه دون الآخرين فيأخذ في الطريق ويغرر به، ربما اشترى رخيصا ثم يأتي ويضع في محله فيبيع على تدرج وعلى مهل بالغلاء. وهذا يدل على أن الإسلام يريد من الناس أن يوسع بعضهم على بعض ولا يضيق، كذلك الإسلام ينظر إلى مصلحة الجماعة لا إلى مصلحة الفرد أو الفردين. قال: حدثنا حناد وابن السري، قال حدثنا سلمة بن شبيب أنه قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، كلهم ثقات أثبات، عن عبد الله بن عمرو الرقي، عن أيوب وهو السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب. الجلب جمع جالب، الذين يجلبون الأقوات والأمتعة إلى السوق، سوق البلد، من البادية أو من بلد آخر، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. انظروا، إيماء النس وإشارة النس يدل على أنه من الممكن أن يكون المتلقي في طريق البائع، ربما غرر به ويقول: السلعة الآن كاسدة ورخيصة وأنت خذها مني أو آخذ منك وبيع علي واسترح،
لكنه بالفعل إذا حصل أنه باع ثم جاء صاحب السلعة في السوق ورأى أنه مغرور به مغشوش فهو يكون بالخيار في إمضاء البيع وفي رده. يقول أنت غررتني وأنت غششتني فيجب عليك أن ترد إلي مالي أنا أبيه بنفسي. فهذا فيه إيماء والإشارة إشارة النص يدل على أن فيه مظنة أن يغرر به المتلقى من قبل المتلقي، ويكون أيضا فيه مصلحة أخرى هو أنه لا يستاثر بنفسه بالربح، يترك أنه يعرض للناس عامة الآن الطماطم وغيرها وغيرها بالفعل إذا جاء به ويريد أن يرجع إلى بلده أو إلى بيته فربما يبيع على ما فيه فائدته لا شك فيه وربحه، لكن إذا اشترى أحد ووضع في محله ربما مبرد ربما يبيع على شهور فينقص المتاع على الناس إذا سمح بهذا. الآن حتى الأشياء التي ربما كانت تفسد في خلال 24 ساعة يجمدونها ويبقونها إلى شهور. ولذلك ديننا الحنيف الحمد لله فيه مصلحة الجماعة بحيث لا يغرر به أيضا ويستفيد بنفسه، كذلك لو استفاد هو الثاني لكنه لابد أن يكون الآخرون أيضا يعني يستفيدوا، فلا يكون هذا إذا كان تلقى وباع بالتدرج. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد كره قوم. حديث ابن مسعود الذي هو السابق، حديث ابن مسعود أنه نهى أن تلقي البيوع، قال أنه حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع وهو ضرب من الخديعة. ضرب من الخديعة، ولا شك أن فيه يكون هذا المعنى موجود، والبيوع البائعين والمشترين يعملون مثل هذا حتى يغلبوا على واحد بكلام أو بفصاحة بكذا، فأشياء كثيرة قد يكون في مظنة غش المتلقى، ولذلك قال بعضهم أنه لا يجوز، وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا. وفيه معنى آخر أيضا وهو أنه يتركه يبيع على ما رأى فيه خراجا له ولو برخص فيستفيد الجميع وهو أيضا يستفيد. نعم. قوله هذا حديث حسن أخرجه الجماعة البخاري وغيره. نعم. ثم قال باب ما جاء في لا يبيع حاضر لبعد. ماذا؟ لا، هذا معنى آخر، لأنهم تفرقوا، ربما التفرق يأتي البيان بأنه تفرق بالأبدان بحيث تفرق، ربما هو اشترى وأخذ طريقه المشتري والبائع جاء السوق فحصل تفرق بالأبدان، هذا شيء آخر. إنما المقصود ليس بالتفرق، إنما المقصود منه المجلس لا يطول، إنما المقصود منه أنه يغرر به فيستفيد بنفسه وحده، المتلقى مغرور والناس أيضا لا يربحون، عوام الناس. نعم. ثم بعد ذلك قال باب في ما جاء في ألا يبيع أو لا يبيع حاضر لبعد. باب ما جاء في حرف جار، لا يبيع حاضر لبعد، ماذا يكون؟ في محل جر، الجملة في محل جر يكون مجرور. نعم. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وهو البغوي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري كلهم ثقات أثبات عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كلمة يستعملونها يبلغ به، يعني قتيبة قال عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، ودل هذا على أنه لم يسمع هذا الحديث طبعا من قتيبة وأحمد بن منيع في مجلس واحد، كل واحد في مجلسه، إلا أن قتيبة قال حدثنا سفيان إلى آخره عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لبعد. أما أحمد بن منيع فقال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لبعد،
وهذه من ألفاظ الأحاديث المرفوعة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ينميه، كذلك إذا قال الصحابي من السنة كذا وكذا وليس فيه مجال الاجتهاد، كل هذا يكون في لفظ بمعنى لفظ قال رسول الله أو فعل رسول الله مرفوع. قال لا يبيع حاضر لبعض، أحاضر لبعض هو أنه حضر الناس، جرت العادة أنهم يجلبون أمتعتهم وكذا خاصة الخضروات وغيرها من البادية إلى الحضر إلى المدينة. فربما أيضا مثل ما قال هنا والمتلقي ربما يغرره ويغششه فيقول حتى لو كان بالواقع السوق كاسد، الطماطم يكون رخيص مثلا فيقول أو البطاطس أو كذا، فيقول اتركه عندي أنا أبيع لك على مهل وعلى تدرج، أنا أبيع لك، فيكون غالي طبعا، لكنه إذا لم يفعل ما هو أحد ولم يصير سمسارا له فيكون يبيع ويعرض للناس، وهو في بالي أنه يبيع ويخلص ويروح إلى بلده، فيبيع على ليس يبيع على خسارة قطعا، يبيع على ما فيه ربحه، وعشرات من الناس أيضا يستفيدون. ففيه أيضا معنى أن الإسلام يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، لا يبيع حاضر لبعض. وجاء تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما معنى لا يبيع حاضر لبعض؟ قال لا يكون سمسارا له، سمسارا له يتفق على أنه يكون له 2% أو 10% وكذا، هذه سمسرة، أو يكون نفسه يأخذ وفي السوق وهو الذي يبيع على الناس ويترك هذا لا يبيع، فيكون أيضا دلالا له، قال لا يكون سمسارا له. أيا كان على كل حال في كلا الأمر حالين للجالب لا يجوز له أن يكون له سمسارا ولا أن يتلقى فيشتري منه في الطريق. قال وفي الباب عن طلحة وأنس وجابر وابن عباس وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه وعمر بن عوف المزني جد كثير بن عبد الله ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث واضح. نعم لا هذا لا يصح له أيضا، الحاضر لا يجوز له أن يكون سمسارا له. أنت مثل ما يأتي الناس في السوق العام، في السوق العام يبيعون بهذا، إلا إذا كان هناك شيء ليس يعني يخاف أنه إذا كان هو احتكر لا يخاف النقص من على الناس، الناس يحصلون شيئا كثيرا فجاز له أن يشتري هذا، يشتري ويجمع في معنى الاحتكار. أما يقول اتركه لي في حوشي أنا أبيه على مهل على سعر أعلى، هذا النفس هذا الفكر هو الذي يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يريد أن يستفيد إثران فقط، أما عامة الناس فيكونون في غلاء دائما. ومعلوم أن الله من قدر الله تعالى أن السلع إذا كثرت فيكون رخيصا وإذا قلت فيكون غاليا، ففي مثل هذه الحالة في الحقيقة لا ينبغي أن يمسكها ويحبسها حتى يكون غالي على كل حال. نعم وتعرفون أن هناك تنافس في الدول المصدرة، في بعض الأحيان سمعنا أنهم البيض مثلا لو رموا هنا ربما يكون رخيص جدا جدا، لكنها يعني كم من القلابات وغيرها يرمونها في البحر حتى يكون السعر على حالته. فعلى كل حال هذه كلها يكون مكيدة من الناس، لا يجوز لإضرار بالناس لا يجوز للإسلام أن يكون له فيه رواج. نعم هنا قال يعني لا يجوز أن يكون سمسارا. يقول قال الشافعي والأكثرون من أصحابنا والمراد أن يقدم غريب، لما معنى حاضر لبعض؟ أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول له البلدي اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى وأعلى ثمن. قال أصحابنا إنما يحرم بهذه الشروط
وبشرط أن يكون عالما بالنهي، فلو لم يعلم النهي وكان المتاع مما لا يحتاج في البلد أو لا يوثر فيه لقلة ذلك المجلوب لم يحرم. هنا يقولون إذا كان المتاع كثير والناس لا يتضررون إذا كان أحد يدخر عنده فهذا لا يكون منهيا عنه، الظاهر والله أعلم يكون منهيا عنه في كل حال، لأن الناس كلهم بدل ما تدخر أنت يدخروا، ويعني إذا كان رخيصا فيجمعوا عندهم، فيخلي الناس يستفيد الغير ليس واحد أو اثنين فقط. قال بعض المالكية يفسخ البيع ما لم يفت، يعني إذا كان حصل هذا وجاء إلى السوق فدل فيفسخ البيع إذا كان البيع أو ما يكون باعه هو وأخذه الناس فيفسخ البيع لأنه للتحريم، النهي للتحريم. يقول أيضا وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة يجوز البيع بيع الحاضر للبادي مطلقا لحديث النصيحة. الإنسان في الحقيقة يستغرب مثل هذه نسبة هذه الأقوال إلى الأئمة الذين هم قمة في الورع في الحقيقة. الإمام أبو حنيفة إذا كان أمامه حديث فكيف يمكن أن يقول لا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز أو لا يبيع وأنا أقول أنه يجوز، أبدا ما يمكن، فيكون عذره إن لم يكن وصله الحديث والله أعلم، فيكون قال هذا الكلام. فيستغرب الإنسان كيف يكون واحد مثل هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم ينسب إليهم هذا القول يجوز بيع الحاضر للباد. وتعرفون أن الأئمة ربما ما يكون عندهم الحديث الذي استدلوا به، لكن المتأخرون من المنتسبين إليهم يبحثون لهم أدلة، يبحثون لهم أدلة فيستخرجون هذا الدليل له. دليله ما هو؟ قالوا لحديث الدين النصيحة، الدين النصيحة. فإذا انظروا إذا كان الإمام أبو حنيفة بالفعل فهم أن الدين النصيحة فأنا أنصح لهذا وأترك نصح الآخرين كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الحديث يقول دعوا الناس مثل ما جاء في صحيح مسلم وغيره، دعوا الناس لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. فإذا النصيحة للجماعة ولا نصيحة للفرد؟ الإمام أبو حنيفة أفهم لهذا الحديث، لكنهم يقولون الإمام قال أنه يجوز أن يبيع حاضر لباد ينصح له جاي من البادية، هذا الحديث يدل على أنه جائز والدين النصيحة. يا أخي أنا أفهم أن الدين النصيحة للجماعة ليس لواحد منهم، فيكون حديث الدين النصيحة ولا يبيع حاضر لباد يجتمعان على مانا واحد، ما هو كذا؟ فهكذا نقل لكل آن. قالوا حديث النيحي أن بيع حاضر لباد منسوخ، وقال بعضهم إنه على كراهة التنزيه بمجرد الدعوة، هذا كلامه النووي صحيح واضح جدا. في الحقيقة القول بأنه منسوخ أيضا لا يقبل علميا، لأن الناسخ والمنسوخ ماذا يشترط في القول بالنسخ؟ الدليل الذي قلت له إنه ناسخ يكون متأخرا، الدين النسيح قل متأخر، حتى لو كان قالوا إذا اختلف الحديثان فلا بد أن تجمع بينهما إن أمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع هنا الدين النصيحة ولا يبيع حاضر لبعض النصيحة لعامة الناس، فلا يمكن أن يثبت النسخ على كل حال إلا بعد ثبوت التقديم والتأخير. المنسوخ يكون مقدم جاء أولا ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مؤخرا فيكون ينسخ، لكن هذه الدعوة بمجرد دعوة لا يصح. أثبتوا هل أيهما أقدم، ربما يكون لا يبيع حاضر لباد هو الأقدم وهو الناسخ للدين النسيح. نعم هكذا على كل، لكن كما يقولون في المثل الفارسي، يقولون في المثل الفارسي بيرانمي برانند مريدا برانند، يعني الشيخ لا يطير لكن المريدون يطيرونه، هكذا. أنا درست الفارسية كثير في الصغر، والآن يعني أخرجوا جنازة الفارسية من المدارس العربية كلها بالعربية الحمد لله. نعم. فهنا على كل حال الصحيح أنه لا يجوز أن يعارض
بحال من الأحوال بمعنى هذا الحديث، ويبقى هو الحكم الراجح أنه لا يبيع لحاضر لبادر. ثم قال حدثنا نصر بن علي وهو الجهزمي وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لبعض. ورأينا في كلا الموضعين لا يبيع هكذا بزيادة بزيادة الياء، وجاء في بعض الروايات لا يبيع، فلا يبيع، وقالوا النهي نهي نهي لا يبيع، ويبيع ونفي، والنهي والنفي في موضع النهي أبلغ في المقصود. لا يبيع يعني ليس من شأن المسلم أنه يبيع حاضر للبعض. نعم، لا يبيع حاضر البعض. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا كان عرض سلعته في السوق عامة يشتري منه عشرات من الناس بدلا ما يشتري شخص ويستغل كل ربحه بنفسه وحده. نعم، قال أبو يسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وحديث جابر في هذا هو حديث حسن صحيح أيضا. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا أن يبيع حاضر لباد، ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر لباد. وقال الشافعي يكره أن يبيع حاضر لباد وإن باع فالبيع جائز. هذه مسألة أيضا، النهي يقتضي الفساد، لكن في مسائل كثيرة جاء، انظروا الحديث جاء فيه من قبل إذا كان تلقي، فإن جاء صاحب السلعة السوق فهو بالخيار، ما هو كذا، فيكون كأن البيع أصله صحيح، هكذا قالوا. لو لم يكن أصله صحيح كان ينقض البيع ثم يشترى من الجديد. فمن هنا قال الشافعي رحمه الله إن باع حاضر لبعض جائز، يعني بيع نافذ، لكن هل نقول أنه خرج بسلامة من غير إثم؟ أمامه قول النبي صلى الله عليه وسلم نهي، وقد تخطى هذا النهي بدون مبالاة فيكون آثما. وإن قلت إن البيع جائز فهذا قول من الأقوال، لكن الصحيح أن النهي إذا لم يكن يعارض بشيء ويقتضي الفساد فالبيع يكون فاسدا، هذا هو الصحيح. إذا فسد بيع واحد أو اثنين ورد إليهم الناس كلهم يعلمون، ما هو كذا، فيمتنعون من مثل هذا، هذا هو الصحيح في المسألة، والله أعلم. ثم قال باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة. المحاقلة والمزابنة أي هذه من البيوع التي تقع في الثمار والزروع. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد، يأتي تفسير المحاقلة والمزابنة من الحديث نفسه إن شاء الله. قتيبة ابن السعيد البغلاني قال حدثنا عبد الرحمن بن يعقوب، يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح أبو صالح هو ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وابي سعيد كلهم رووا النهي عن المحاقلة والمزابنة ما زيادة بيوع أخرى، فهذا يكون اصطلاحا في زمن النبي صلى الله أو في زمن الصحابة كان هذا الحديث مشهور. ثم لو ذهبت يروي عن ابن عمر 10، ثم عن ابن عباس 10، ثم زيد بن ثابت 5، ثم كذا، تجد أنها تصل في زمن التابعين ربما يصل إلى التواتر في الحقيقة، كلما قادم العهد يزيد. فالحاصل على كل الحديث من أصح الصحة أنه لا ينبغي للإنسان أن يتخطاه. قال وفي الباب أنا ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبي سعيد. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والمحاقلة هذا تفسير المحاقلة من الترمذي، بيع الزرع بالحنطة، بيع الزرع بالحنطة، إذا كان الزرع قائما ويقول بيع لي هذا الفدان مثلا بمئة وسق من القمح موجود عندي، لا يجوز، لأنه الحنطة بالحنطة، مو كذا، ما زاد وما استزاد فهو ربا، فما تدري كم يكون فيه الزرع، إلى الآن زرع قائم
وهو في سنبله ولا يدرى هل هو زائد أم ناقص، ولذلك لأجل مخافة الربا لا يجوز. والمزابنة بيع الثمر على رؤوس أو بيع التمر كما قال، بيع التمر أو بيع الثمر، بيع التمر على رؤوس النخل بالتمر، كذلك بيع العنب الذي هو في الشجر الزبيب، كل هذا جاء في الحديث، فلا يجوز لا المزابنة ولا المحاقنة. فمحاقنة بيع التمر على رؤوس النخل، ورؤوس النخل قد يقدرون الناس، المقدرون يقدرون أن هذا يأتي مثلا يعني 100 وسق أو 30 وسق أو كذا، ويقول هذا الآن رطب بعدما يجف كذا يكون يمكن 20 وسق، خذ مني 20 وسق وآتني هذا، لا يجوز هذا، لأن فيه على كل حال ربا أو مظنة الربا، لأنه لا بد أن يكون سواء بسواء، لا يكون فمن زاد أو استزاد فقد أربى أي أخذ الربا. نعم. قال حتى في بعض الأحيان كانوا يقولون والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد فلي وإن نقص فعلي، خذوا أنا مطمئن بأنه لو زاد فلي وإن نقص فعلي، لا تبالي أنت. هذه كلها لا يسمح لها الإسلام، لأن فيه على كل حال مذنة الخلاف بين الاثنين، ربما يحاقده لأجل هذا، إذا حصل نقص كبير يقول أنا حصل لي نقص كبير، قال أنت اتفقت على هذا. فالإسلام أنظمته على كل حال في البيع والشراء والمعاملات عامة على عدل وعلى نظافة بدون أي مجال فيه للخصومة وللخلاف. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمهاقلة والمزابنة والمحاقلة، أن يبيع الرجل الزرع ب100 فرق حنطة إلى آخره الذي قال. وفي الباب عن ابن عمر وجابر هنا وجابر ورافع بن خديج إلى آخره. ثم جاء الحديث قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد أن زيداً أبا عياش، زيد بن عياش أبو عياش، وهو صدوق، سأل سعداً عن البيضاء، وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن البيضاء بالسلط، يعني يستبدل البيضاء بالسلط. البيضاء ما هو؟ قالوا الشعير. البيضاء فسروه في غريب اللغة، قالوا الشعير، يبيع بالسلط. فقال أي سأل سعد السائل أيهما أفضل، قال البيضاء يعني الشعير أفضل من السلط، فنهى عن ذلك، قال ما دام بينهما مفاضلة هذا أفضل وذاك أدون فلا يجوز أن يباع بدلا لهذا. نعم. وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله أينقص الرطب؟ قال إذا يبس، قالوا نعم، فنهى عن ذلك. هذا الذي بيع التمر بالرطب، يكون عند الإنسان تمر مخزون وهو يريد أن يأكل رطبا وأولاده، فهناك شيء يسمى يعني شيء لا هو لفظه موجود إلا في قدر 5 أوسق فقط جاء فيه، وهذا إذن فيه توسع من الشريعة الإسلامية، بيع التمر، بيع الرطب بتمر جاف جاز أن يكون في قدر 5 أوسق العراية. نعم. فيكون لا العراية غير هذا، هو العراية. نعم. زبيب أيضا إذا كان يريد عنده زبيب يريد أن يأكل العنب يعني طريا، فيجوز له أن يقدر أنه بعدما يجف يكون كذا من الزبيب، فيأخذه ويعطي، يخلي بينه وبين العنب وبين الرطب يأكل في قدر 5 أوسق فقط كما جاء في أو 5 أوسق، ما هو كذا، لا يجوز أكثر من هذا للتجارة، لا يجوز بحال من الأحوال. فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك، لأن التمر بالتمر يعني سواء بسواء، فإذا كان ينقص فزاد أو استزاد فقد صار ربا. لكن السؤال عن البيضاء بالسلط، قال أيهما أفضل؟
قال البيضاء، ما دام البيضاء جنس آخر هناك ينبغي أن يكون الخلاف فيه، الخلاف يأتي إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. هناك بعضهم اختلف حتى لا يجوز أن يستبدل الشعير بالقمح إلا سواء بسواء، والآخرون قالوا لا، هذان جنسان إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم مفاضلة. فمن الممكن، لأن القمح أو السمراء، سمراء الشام كان من أفضل القمح، فيكون ربما يكون ساع من هذا يؤخذ بساعين من غير السمراء، فهنا أجازوا، بعضهم أجاز، لكن الصحيح ما دام كله حنطة، بعضه أدمن من بعض وبعضه أعلى من بعض، لا يجوز أن يباع أحدهما بالآخر حنطة بحنطة. لكن إذا اختلفت الأجناس فهنا يمكن أن يكون الخلاف. فصلت هذا نوع آخر والله أعلم. انظر ماذا قال في رواية الموطأ الإمام محمد: أم من اشترى البيضاء بالسلط، والبيضاء هو الشعير كما في رواية، ووهم وكيء فقال عن مالك الذرة، قال البيضاء الذرة ولم يقله غيره. والعرب تطلق البيضاء على الشعير والسمراء على البر. السمراء على البر نوع يعني من أحسن الأنواع من البر يكون، ولولا الحنطة السمراء، هي الحنطة، لكن السمراء كما جاء في رواية البخاري: ولولا الحنطة السمراء وما سمنت أداريكم أتيناكم أتيناكم فحينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تغني الجواري في العرس مثلا. فهنا قال نعم، والسلط بضم السين وسكون اللام ضرب من الشعير لا قشر له، يكون في الحجاز. قاله الجوهري: إذا كان هو شعير وشعير فلا يستبدل، ولو كان أحدهما أعلى والآخر إلا سواء بسواء. لكن إذا كان السلط شيئا آخر، دخن مثل الدخن أو شيء آخر من هذا النوع، فجاز أن يفاضل بين البر وبين الدخن مثلا. فالسلط قال ضرب من الشعير لا قشر له، والبيضاء أيضا ضرب من الشعير، فشعير بشعير، وإن كان أحدهما أفضل والثاني أدون، لا يجوز أن يستبدل أو يشترى إلا سواء بسواء، لا يكون بالمفاضلة. نعم. قال الجزري: البيضاء الحنطة وهي السمراء أيضا، وقد تكرر ذكرها في البيع والزكاة لأنه عندهما. وقال السلط ضرب من الشعير أبيض لا قصر له، وقيل هو نوع من الحنطة. أيا كان، إذا كان نوع من الحنطة ليس نوعا آخر من مثل الدخن مثل الذرة، فيكون من جنس واحد، وإن كان فيه مفاضلة بالأفضلية وكونه أدور منه، فلا يجوز استبدال لأنه يكون فيه ربا. نعم. وكذلك أن اشتراء الرطب بالتمر أو التمر بالرطب إلا إذا كان للتفكه كما جاء في خلال في حدود خمسة أوسق. نعم. وهذا فيه توسع من قبل الإسلام، نهى أن التجارة عامة أو أن طريق التجارة، لكن أن طريق التفكه، لأنه ربما يكون بعض الناس عنده التمر وليس عنده الرطب، وعنده أولاد وكذا يريدون أن يتفكهوا الموسم، فجاز وأجاز على هذا القدر. والعمل على هذا عند أهل العلم وقول الشافعي وأصحابنا هو الحق والصواب، وقد عرفت قول الإمام أبي حنيفة وما فيه من الكلام. هنا أيضا للإمام أبي حنيفة بعض الكلام، في الحقيقة الناس قد أعل أبو حنيفة هذا الحديث من أجل زيد بن عياش. هنا زيد بن عياش هو أصل زيد بن عياش أبو عياش، ما أنه أو قالوا أنها مجهول، بعض الأئمة من الحنفية حتى الطحاوي وغيرهم قالوا أنه مجهول، والصحيح أنه رجل صالح ثقة، فيكون إن شاء الله الحديث صحيح، ولا يمنع أن يباع، ولا يجوز أن يباع البيضاء بالسلط وهو السعي. لكن الإمام أبو حنيفة ضعف هذا الحديث أو ضعف من قبله والله أعلم أنه جاز بيعه، ما دام الأمر على كل حال ثبت أنه كلاهما من نوع الحنطة، فسواء كان أدون أو أفضل لا يجوز التفاضل بينهما في البيع. نعم.
بين ايش؟ اي الشبه هي؟ يقول سمعت يسأل أن كأنه يجعل جنسا واحدا، يعني يجعل الرطب والتمر جنسا واحدا كذلك يجعله جنسا واحدا، هذا معناه. قل هذا هذا تفقه السعد رحمه الله استنبط منه. سؤالك جيد، كأنه يقول سأل سعدا زيد بن أياش عن البيضاء بالسلط، يعني يباع البيضاء بالسلط، فقال أيهما أفضل؟ قال البيضاء، فنهى عن ذلك، يعني سعد أفتى بأنه لا يجوز. وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه استدل بهذا على ما أن المسألة مسألة التمر والرطب، فاستدل بهذا على البيضاء والسلط كلاهما من جنس واحد، كذلك هنا التمر والرطب بجنس واحد لا يجوز التفاضل بينهما، كذلك هناك أيضا قياس. نعم، وهذا قياس إن شاء الله من الصحابي رضي الله عنه، إذا لم يكن جاء ذكره، ذكر السلط ما جاء في الحديث المرفوع فيما يظهر، فيكون لهم وقياسهم من أغلى وأعلى القياسات في الحقيقة، يكون هو الراجح مقابل من بعدهم. نعم. باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، هو الذي يقال له ابن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم. نعم. عن أيوب النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، هكذا جاء. وفي رواية البخاري وغيره حتى يزهي، يزهي فيزهو ويزهي الظاهر بمعنى يأتيه الزهو، وقيل ما معنى الزهو؟ إذا كان من الثمار التي يكون الثمار التي إذا نضج يحمر فيحمر، وإذا نضج فيصفر فيصفر. ولذلك قالوا ما معنى إزهية؟ قالوا إذا احمر أو اصفر، هو قريب من النضوج وليس ناضج كاملا، فيكون التمر مثلا نفسه يتغير لونه من الأول إلى النضوج، فيكون في هذه الحالة لا يجوز بيع الثمار في أوائل طلوعها حتى يستفاد منها، حتى يبلغ في منزلة أو في مرحلة بحيث إذا كان جاءت العاهة فسقطت أو قطفت فيستفاد منه. فإذا كان صار أحمر وأصفر، يعني صار رطبا، فيستفاد منه، يباع والناس يستفيدون منه. أما إذا كان في أوائل طلوعه وهو وباع واشترى، ففي هذه الحالة مظنة لأن يخسر كل الخسارة، كل الخسارة. وبذلك جاء حتى إذا باع إنسان على إنسان مثل هذا فأصابته آهة، فبما يستحل مال أخيه، يعني يرد فيه إذا حصل خطأ. لكنه في مثل هذه الحالة إذا احمر واصفر لا يجب عليه أن يرد، لأنه يستفاد منه بيعا وأكلا وشر وهدية، فبذلك جاز في هذه المرحلة. أما قبل هذه المرحلة فهو مظنة لأن يخسر كل الخسارة إذا جاء الريح، جاءت الريح الشديدة أو جاء البرد الشديد فسار، يعني فسد الثمر. فهنا قال نهى عن بيع النخل حتى يزهو وأزهى يزهي إذا احمر واصفر، وقيل بمعنى الإحمرار والإصفرار. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويامن العاهة، هذه العلة يامن العاهة عن بيع السنبل، يعني إذا طلع في أوائل طلوعه في السنبل فيكون جميع الحبوب في الغالب مثل اللبن، سبحان الله، إذا فقعته يخرج منه اللبن، سواء كان الرز سواء كان هذا القمح أو أي شيء من هذه، حتى الزرع وغيرها يخرج منه الماء أو مثل اللبن. ففي هذه الحالة لا يجوز بيعه حتى يبيض، وفي رواية أخرى حتى يشتد، يعني يصير شديد قوي. ويا من العاهة، يعني إذا جاءت ريح شديدة وإذا جاء برد شديد فلا يضره، ويكون يمضي بقية أيامه ويحسد
ويستفاد منه. نهى البائع والمشتري، هذا تأكيد، نهى عن بيع، وكلمة البيع نفسه يدخل فيه البيع والشراء كما هو معروف، تأكيدا قال نهى البائع والشراء والمشتري. إذا نهى عن البيع معناه لا يجوز أن يشتري أحد ولا أن يبيع أحد. قال وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت، قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو سلاحها. كان هذه كلمة عامة، جاء في الحديث أيضا نهى أن يباع الثمار قبل بدو سلاحها في حديث صحيح جاء. فبدو السلاح كل ثمر على ما يعرفه الناس أنه بدأ يصلح، وليس معناه أنه نضج نضوجا تاما، وهذا من رحمة الله تعالى. خاصة الثمار شجرة واحدة يسقى بماء واحد، لكن الثمار قد تكون تتأخر نضوج بعدها عن أولها شهر حتى يستمر الأكل، حتى لو كان نزل دفعة واحدة فتعفنت الدنيا كلها، فشيئا فشيئا يأخذون الرطب، كذلك حتى المانجا وغيرها وغيرها، هكذا قدر الله. فإذا لا يباع إلا إذا بدا صلاحها، فبدو الصلاح يكون الإنسان يستفيد منه شيئا فشيئا ويبيع ويستفيد منه ولا يتضرر ولا يخسر، لكن قبل هذا إذا جاءت الآهة فتكون الثمار قد فسدت كلها ولم يستفيد فخسر. نعم. وكرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وينبغي أن يكون هذا قول الحنفية أيضا. انظروا قال كذا قال الترمذي وقال الحافظ في الفتح، قد اختلف في ذلك على أقوال، فقيل يبطل البيع مطلقا إذا باع واشترى فالبيع يبطل، وهو قول ابن أبي ليلى والثوري، ووهم من نقل الإجماع على البطلان، وقيل يجوز مطلقا ولو شرط التبقية. يعني هنا قالوا أنه حتى الإمام أبو حنيفة ينقل عنه أنه لا يجوز أن يشترى الثمار على رؤوس الأشجار بشرط التبقية، بحيث يبقى في ملك البايع. يقول لابد أن يقطف في حينه ويخلي الشجرة لصاحبها حتى لا يختلط ملك صاحب الشجرة ما ملك المشتري. يعني إذا بدأ صلاحها ويكون يستمر آخر الثمار ربما شهر، فيقول لا يجوز هذا البيع إلا بشرط أن يخلي شجرته من الثمار في حينه بعدما بدأ يقطفه. أما إذا ترك فقد اختلط ملكه بدون ما ملك غيره. هذا رأيه رضي الله عنه، نقل عنه، لكن نقول العلف جرى والناس عرفوا أن هذا النوع من البيع والشراء يكون بقاء الثمر، هذا عرف معروف لديهم حتى لا يتضرر لا مشتري ولا البائع، ما هو كذا؟ فالعرف يقضي على هذا، وهو كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، وعليه قول الصحابة والأئمة، فالقول بأنه لا يجوز قول ضعيف، وإن كان يتعصب صاحب الإمام ربما يتعصب لقوله، فهذا التعصب مذموم في الحقيقة ينبغي، وهذا يوجد كثير في مسائل كثيرة، أن المقلدين خاصة المتأخرين يتعصبون لقول الإمام وإن جاء الحديث خلافه، ثم إذا جاء أحد يتكلم فيه أن هذا قول ضعيف ربما يضعفونك ضربا وطردا. نعم، في بعض البلاد لو ذهبت تكلمت في تركيا أن قول الإمام ضعيف ربما يجيعونك سجنا وضربا حتى تكون أنت ضعيف. نعم. الله أكبر. وفي الهند مثله، لا تجد ثلاث مدن أو ثلاث بلاد فيها تعصب الحنفي شديد، إن قلت في الهند فهو الأول، أو قلت في تركيا فهو الأول، والشام أيضا كان فيه شدة، وبالأخص لما تصادموا مع الحنابلة في مقادس وغيرهم صار لهم تعصب شديد. هذا التاريخ على كل حال يدل الآن. نحن نقول الحمد لله هؤلاء أئمتنا رحمة الله عليهم، وكلهم له أجره عند الله،
ودعاء للمؤمنين، دعاء من المؤمنين له إن شاء الله لأجل جهدي، لكن لا نقبل القول الضعيف والمرجوح. نعم. إيه لو قلت بالفعل، أن الشيخ سالم يقول لو قلت أمامهم أن هذا حديث ضعيف فيقول ربما لا يقبلون منك. كنا في بعض الأحيان كنا ندرس، جاء الحجاج وبدأوا يناظرون، واحد من زملائنا الشيخ عبد القدوس ونحن عبد العليم جالسين، فذكر هذا قال كيف ما تجهزون الميلاد وكذا، وكان يقيم ميلاد هنا ما ندري كيف. قلنا ميلاد كيف في ذي الهجة؟ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم، نحن نفرح بميلاده في كل وقت. فجاء بأحاديث من يفرح، سئل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله كيف الناس قد يأتي الآن في هذا الزمان بحديث طازة يكون وضعه الآن. نعم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب فيحب ذكري أو تذكري أحبه وآمر المؤمنين أن يحبوه. فقال الشيخ هذا حديث ضعيف. قال أعوذ بالله، أنتم ما عندكم حياة. ضعيف في اللغة الهندية يقولون كان شابا ثم شاخ صار ضعيف. قال أعوذ بالله، الحديث كان شاب ثم صار ضعيف شاخ، يعني هو يفهم على لغته. فسبحان الله ما يقبلون على كل حال. نحن نقول هؤلاء لهم عذرهم، والمسؤولون الأولون أنهم العلماء، لكن هؤلاء إذن لا يخرجون من الوهدة. العلماء هم الذين يقودونهم على خطأ في الحقيقة. من على كل هل دعا إلى هدى إلى آخره تعرفون. فهنا قال لا يصح، يعني قال ونقل الإجماع على البطلان، وقيل يجوز مطلقا وشرط التبقية، ووهم من نقل الإجماع فيه. قال اللي من بعض قال وهو قول أكثر الحنفية، أئمة الحنفية، يصح بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر بشرط أن يشترط، إن لم يشترط التبقية، يعني لا يبقيه فيه بل يقطفه في حينه، ولا يجوز أن يختلط ملكه مع ملك غيره. هكذا قياسهم. لكن نقول يجوز للمسلم أن يتنازل، فرضنا هذا ملكه لكن تنازل له، أنت اشتريت مني خلي يبقى إلى شهر حتى تستفيد منه، فلا يجوز. قالوا لا لا يجوز. نعم لا يجوز، أنا أتنازل أن ملكي في الشجر في هذه المدة، والمسلمون يجب عليهم أن يؤثر بعضهم على بعض، والعرب من مكانهم أخلاقهم كانوا يؤتون أغنامهم للذي منيحة يسمون، إذا كان در موجود الحليب حتى ينقطع الحليب ثم بعد ذلك يسترجعون، كانوا يؤتون الناقة. فهذا من جملته نقول يستمد أو ينتشر هذا المعنى في هذه الأمور أيضا. على كل حال هذا القول ضعيف، وإن كان يضعفونك بضربا وطردا. ثم قال حدثنا الحسن بن علي الخلال أنه قال حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي وعفان وهو ابن مسلم وسليمان بن حرب ابن بجيل الأزدي، قالوا ثلاثتهم حدثنا حماد بن سلمة أن حميد وهو الطويل أن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود ومن بيع الحب حتى يشتد. هو الذي قال أن بيع الحب في سنبله حتى يصفر أو يحمر أو يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود. العنب إذا يعني نضج، ليس كل العنب لكن بعض العنب يكون أسود وبعضه يبقى على خضرته، إلا إذا كان قطف ثم يعني نشف وشمس فيكون يغير لونه. على كل حال حتى تذهب العاهة كما ذكر العلة في الحديث السابق، يعني يذهب العاهة، فإذا جاءت العاهة عليه لا يضره، إذا وصل هذه المرحلة فهو الذي يجوز أن يباع، وهذا أمر واضح جدا وحكمته واضحة. باب ما جاء في بيع حبل الحبلة. قال أبو إيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة إن شاء الله يعني ليس يعني إلا أنهم قالوا يختلط، لكن عفان وسليمان بن حرب سمع منه قبل ضعف حفظه، فلا يتطرق الضعف
لأجر حماد بن سلمة إلى هذا الحديث. وهذا الحديث له شواهده، شواهد الماضية يدل على أنه كل ثمر لا ينبغي أن يباع إلا إذا بلغ في مرحلة تذهب العاهة. هذه هي القاعدة العامة. لا يحتاج الضمان، لأنه يستفيد منه ولا يضيع عنه تماما. يعني إذا جاء الريح الشديدة وسقطت الرطب ورطب جاء، فيستفيد منه إن شاء الله لا يضيع. فيكون فرضنا هناك إذا كان خسارة حصل له في هذه الحالة، فهناك كما جاء في الحديث بما يستحل مال أحدكم مال أخيه، في هذه الحالة يقال له إذا كان الشخص لم يكن ذكروا شروط، فيكون الصلح ليس الحكم. هناك مسألة الصلح، صلحا يقال رد إليه لأنه خسر مسكين. أما الحكم القضاء فيقضي لمن أخذ ماله بيعا حقا أو بيعا صحيحا، فيكون إذا رد فبالمروءة والكرامة، وإذا لم يرد فله ذلك. نعم. باب ما جاء في بيع حبل الحبلة. حبلة جمع حابل، والحابل بمعنى الحامل هنا. وأما ما يقال اختلط الحابل بالنابل، هذا من الحبل، من الحبل الذي إيش نقول الحبل؟ الحبل ترجموا لنا باللغة العربية، الحبل الذي يربط به السفينة، الحبل الذي يربط به الدواب وغيرها، ذاك حابل الذي يرمي حباله على الصيد. وهناك أنت ترمي نبله، فكل الاثنان نبالك حبسته، وحبله أيضا جاء في عنقه وحبسه، فالآن تتخاصمون فيه. هذه مثل، قالوا اختلط الحابل بالنابل. هناك حابل صاحب الحبل الذي هو يرمي حباله ليربطها أو ليحبسها الصيد، والنابل الذي يرمي بنبله. هنا حبل بمعنى الحمل، بيع حبل الحبلة. حبل جمع حابل، يعني الدابة إذا حملت، فتبيع حملها هي أو تبيع حمل الحبل الذي موجود يولد ثم يبلغ إلى سن حتى تحبل وتحمل، فأنت تشتري الحمل الثاني أو الولد الثاني من الحبل، ليس الولد من هذه الناقة، كان حفيده. فكان هذا والله أعلم كان موجود عند العرب هذا البيع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص وكانوا بيعا يبتاعونه كما جاء في الحديث. نعم. فبيع حبل الحبلة هو أن يبيع الحبل من الدابة نفسها، فهذا لا يجوز، لأنه ربما يكون انتفاخ، ربما يولد سليما أو لا يولد سليما، ولذلك بيع المجهول صار أو الغرر صار فيه. إذا كان ولد وولده سليم ثم بعد ذلك فرضنا أنه مات، فإذا اشترى أهل ناقة ما يشتري ما هو الولد، قيمته يسقط، لكن إذا كان ولد سليم فيبيع لا بأس فيه، لكنه وهو حمل لا يجوز أن يشتري الحمل إلا إذا اشترى الدابة مع الحمل، فهذا جائز. نعم. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا حماد بن زيد أن أيوب عن نافع عن ابن عمر قتيبة بن سعيد أيضا قالوا أنه سمع من حماد بن سلمة قبل اختلاطه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وحبل الحبلة نتاج النتاج، وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم، يعني إذا تم البيع يفسخ، وهو من بيوع الغرر الذي فيه جهالة وفيه خداع. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب بن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وروى عبد الوهاب الثقفي وغيره عن أيوب بن سعيد بن جبير نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح، وربما يكون كله أصح لأن سعيد بن جبير كثير الشيوخ وكثير التلاميذ. نعم. هنا يقول نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا جاء في البخاري ومسلم تفسيره
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، يعني هذه الناقة الحامل هي تنتج الناقة، أو ما ندري إذا كان يشتري حملة هذه، فكأنه علم أنها تنتج أنثى، ربما تنتج ذكر، ما هو كذا؟ فلذلك هذه الجهالة أيضا مثار خلاف. ثانيا كانوا يبتعون إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، يعني التي في بطنها خرجت منه وبلغت سنا حتى يطرقها الجمل، ثم بعد ذلك إذا ولدت فيشتري حفيدة هذه الموجودة. فهذا كله فيه غرر وضرر لعهد الطرفين أو للطرفين، ولذلك الإسلام ينهى في كل شيء يكون فيه شبهة أو مثار الخلاف. نعم. قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. نعم. وهذه كلها تفسير على كل حال. فبيع الغرر في الحقيقة بيع هذا قد يكون هو الأصل في البيوع، ينبغي أن يوزن بها البيوع الكثيرة الآن. البيوع المعاصرة في الحقيقة لا ينجح أحد في إعطاء الحكم الصحيح إلا أن يدرس أولا البيوع المنهي عنها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتلمس العلة. العلة علة البيع ما هي؟ هل هو غرر أم مفاضلة ربا أو شيء؟ ينزل البيوع المعاصرة على هذه البيوع فيكون ينجح في إعطاء الحكم الصحيح في البيوع المعاصرة. الآن جاءت بيوع كثيرة فيها جهالة وفيها غرر وفيها يعني قد يكون قمار وأشياء، فينبغي للمسلم أن إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور المشتبهات أن يجتنب المشتبهات. نعم. قال حدثنا باب ما جاء في كراهية بيع الغرر. الغرر أي ما لا يعلم عاقبته وما لا يعلم أصله، فبيع مثل ما قالوا بيع الآبق، عبد أبقى قال بيعني إذا حصلت فلي وإذا ما حصلت ما عليش، بيعني به هو يستحق 1000 بيعني ب500. ربما الإنسان الذي صاحبه العبد ربما يظن أنه ربما راح وراح خليني أستفيد منه، لكن إذا جاء رجع ربما يكون مسار خلاف ويكون يطالب، وإلا في قوة بقوة ينزعون أشياء كثيرة. فكل شيء فيه سبب فيه خلاف بين المسلمين أو فيه ضرر، والإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار لأي طرف من الأطراف، ففي هذه الحالة يكون منهيا عنه. فبيع العابق والطير في الهواء، إذا كانت ربى الطير وطارت في الهواء فيقول إذا حصلت فهو لي. السمك في الماء أيضا، إلا قالوا إذا كان هناك ماء ضحل، يعني تفاصيل من الممكن أن يقدر فهنا، لكنه ما يدري كم السمك في الماء. هذه كلها مثل لكونها مجهولة وفيه ضرر وغرر، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع. قال الإمام الترمذي حدثنا أبو كريب، وهو محمد بن الأعلى أبو كريب الحمداني، قال أنبأنا أبو أسامة، وهو أسامة بن حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي، عن عبيد الله بن عمر العمري، عن أبي الزناد ذكوان، عن العارج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصات. بيع الحصات أيضا، يعني هم كانوا يقولون أنهم كانوا يرمون 10 أشياء، غمض عينك أي شيء يقع عليه حصاتك بريال، ربما يكون ب20 ريال، ربما يكون بنصف ريال. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدين النصيحة تكملة، والدين النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. أن يقول الدين النصيحة إذا استدل أحد به فجاز يستجيز أن يكون إنسان سمسارا لواحد
فيقال هذا خلاف معنى الحديث الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، مو لفرد واحد. جزاك الله خير. اشتريت ذهبا في وقت الرخص ولا أريد بيعه إلا في وقت ارتفاع السعر، فهل هذا جائز؟ هذا جائز، لأن هذا ليس من المقتاتات وكذا، وادخاره لا يكون احتكارا، بارك الله فيك، لا يكون ممنوعا عنه إن شاء الله. لكن يجب أن إذا حال عليه الحول يعني زكاته. نعم. إذا كان عندي شعير حبة كبيرة إيش نظيفة قرح، وأخي لديه قدحين شعير حبة، فطلب من مبادلة. نعم، مبادلة مثلا بمثل، ساعا بساع، لا بالمفاضلة، بارك الله فيك. بعض الناس يقولون أن اللحية حرام، حلق اللحية حرام. نعم، بعض الناس يقولون. بعض الناس ماذا يقولون؟ هل سمعت من أحد من الناس أنهم يقولون ليس بحرام؟ عملا إذا كان أحد حتى من العلماء الذين ربما يحلقون أو يقصرون حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ما ذلك هم لا يقولون أنه جائز، ربما يعني يقولون حرام، لكن نقول حلق اللحية حرام لا شك فيه. وأي شيء يكون يعني أشد تأكيدا منه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أوفوا اللحى، ووفروا اللحى، وأرجو اللحى، كل هذه التعبيرات المؤكدة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تتشبهوا باليهود، وكذلك يعني وقصوا الشوارب، كل هذه على كل حال من مثل هذه وأقل من هذه يأخذون منه الوجوب والفرضية وحرمة. ما حكم اشتراء السيارة بالإيش؟ إجارة المنتهي بالتمليك. هو على كل الفتاوى العلماء موجود، انظروا فيه من وحيل إلى ملي فليحتل، لكن الذي يعرفه أن شروطهم فاسدة، بحيث أنه ولو بقي قسط واحد وأنت تأخرت حق لهم واستقام على استراتهم أنهم يسحبون السيارة كلها في حين أنك تنتظر بعد يومين أنت أن تملك السيارة، فهم يسحبون السيارة وقد ذهبت كل الإيجار ولو اتفقتم على هذا. فإذا فيه على كل حال بيعتين في بيعة واحدة أيضا لمثل هذا حرموا، وهو الصحيح الذين حرموا، أما الذين أجازوا فالله المستعان. نعم، أظن الشيخ بن عثيمين وغيرهم حرموه، ولا كيف؟ ماذا تعرفون؟ هل يجوز بيع العملة بالعملة ممن يأخذ دولار بالريال؟ نعم، إذا كان يدا بيد إن شاء الله ما فيها شبهة. نعم، وإذا كانت تريد أو كنت تريد أن تشتري بالشيك، فهنا في الحقيقة بعض العلماء قالوا لا يحصل التقابض يدا بيد، فالطريق فيها أو أحسن طريق أن تذهب بالريال وتشتري في حينه الدولار، وثم تقول أرسلوا لي هذا الدولار إلى الشخص الذي تريد أن ترسل. هذا مخرج جيد وليس فيه شبهة. وبعضهم قالوا إن هذه الشيكات وغيرها الآن صارت مضمونة، فلذلك أجازوا، لكن الخروج من الخلاف أو من الشبهة أنك تشتري في حينه من البنك الدولار وقال أرسلوا لي الدولار إلى هنا، الروبية هندية تشتري ترمي. يعني لو راح هناك صاحبه لا يكون رصيد يعني إيه، لكن إذا كان هو يعرف هذا الشيء فينبغي أن يكون مثل ما قال بعض العلماء وهو أفضل الحلول، بأنه يشتري ويرسل. إذا دعاني الشخص في وليمة أو دخلت مطعما، هل يجوز لي أن أسأل الدجاج مثلا هل هو إسلامي أم من التنطع في الدين؟ إذا كنت في بلد إسلامي إن شاء الله وتعرف أن الذابحين والطابخين وغير المسلمين، فالتنطع أنك تسأل. لكن إذا كنت تعرف أن هناك تأتي أشياء يعني ربما تظن أنها تأتي من دنمارك في بلد آخر، أما هنا في البلد السعودية فأسألنا الشيخ بن باز فقال
إن الدولة لها مندوبين هناك وهم يذبحون وتحت إشرافهم يذبح، فمن أراد أن يأكل على ذمة كلمة، هذه ما أنسى من الشيخ بن باز ونحن في ماجستير قبل 40 سنة، قال على ذمة وزارة التجارة إذا كان أحد يأكل، وإذا كان لا يأكل فيأكل شيء آخر، هكذا قال الشيخ. أما في بلادنا التي يخاف فيها مثل بلاد الكفر فهنا لابد أن يسأل ولابد أن يبحث، ربما يكذبون عليك أيضا أن هذا حلال وليس حلال. وصلى الله عليه وسلم.